في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة، انطلقت أعمال القافلة الطبية بوحدة أم الحويطات الصحية التابعة لإدارة سفاج الصحية بالبحر الأحمر. وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج ل 125 حالة بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء 14 فحصا معمليا و25 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة و11 حالة سونار، إضافة لتحويل لأربع حالات إلى مستشفى سفاج المركزية. القافلة الطبية النهاردة بتشمل كافة التخصصات الطبية من جراحة وأطفال وأسنان، وتشمل على معمل متكامل لكافة التحاليل الطبية وصيدلية فيها أكثر من 106 صنف تغطي وتشمل كافة التخصصات الطبية المتوفرة في القافلة. بيتم تهديم كافة الخدمات الطبية بالكامل مجانا، بيشمل معنا أكثر من تخصص من أطفال وجراحة ونساء وتوليد وكذلك عيادة الأسنان. الحمد لله العلاج مجان وكشف وخدمات على مستوى، ونشكر القائمين عليها ونشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.